اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. النهارده هنلعب لعبه فري فاير، وعايز اقول لكم بس الاول قبل ما نبدا ان في عندي قناه ثانيه للكوميديا والضحك اسمها قناه فتاة عضلات، هتلاقوا اللينك في الديسكربشن في اول وصف خالص. قناه جميله جدا يا جماعه، عليها فيديوهات حلوه قوي قوي قوي، ولسه من يومين عامل فيديو تجربه وجبه بدويه من كوك لاول مره. الفيديو جاب لغايه دلوقتي 38,000 مشاهده وشويه. القناه بجد يا جماعه الفيديوهات اللي فيها حماسيه، يعني بجد فيديوهات هتبسطكم جدا جدا جدا. في فيديوهات تحديات اكل، في فيديوهات اكل، في فيديوهات كوميديه، في فيديوهات ترفيهيه، في انواع كتير جدا من الفيديوهات. بجد اتبسطوا جدا جدا من القناه انا متاكد. ويا ريت يا جماعه عايزين 5000 لايك على الفيديو دوت، ويلا بينا نبدا. عايز بس قبل ما نبدا اوريكم الرانك بتاعي بقى ايه. الرانك بتاعي بقى جولد 3، خدين بالكم جولد 3، يعني كده المفروض ان البوتات بدات تقل كتير. انا حتى بقيت بلاقي صعوبات رهيبة في الجيمات لما باجي العب. طبعا نلعب رانكد، مش هنزل البيت الاسود الكبير ده. في سلاح فوق عايز انزل عليه بسرعة. لا 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 غلط كده، النازلة كده، النازلة كده وحشة. انا كان في سلاح كنت عايز انزل عليه للأسف. خلاص انا كده بقى هسيب المكان ده واروح على البيت التاني اللي هنا بقى خلاص، لان كده هموت بسرعة، هيقتلني، معيش سلاح. ايه ده؟ ايوه ايوه كويس 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 كويس، مش 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 ايه ده، واحد جاي اهو. ده جرى جرى. فيست فيست فيست، هاي بقرب بي بي. كويس 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 كويس، مش انا عايز اجرب الاكس 8، مش عارف ايه ده، ممكن يكون حلو من قريب. في ضرب في ضرب في ضرب هنا الناحيه دي. ده البيت اللي الولا كان دخل فيه اللي انا ايه. اوه اوه واحد نزل اهو فوق. عبيط يا عبيط، يعني انت مش شايفني يا عبيط؟ ده عبيط قوي. بسرعة الفيست، طور الفيست. حلو، خش هنا بقى، اخد بس صحة وافوق لكم. ماشي طيب، بس حلو الصراحة اللي معايا ده. انا حاسس ان هو انفور، ممكن ناخد الانفور بدل البي، مش عارف ايه ده. اوه حد جاي حد جاي حد جاي، منين ده؟ اوه شفت 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 شفت، بره 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 بره، شفت شفت شفت. تعال 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 اقول لك، تعال 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 تعال. راح فين؟ اوه حلو حلو فادي حلو فادي. رانكد جولد 3 يا جماعه، 3 كلات اهوت. استنوا كده اما اشوف اقدر اعمل ايه تاني. لا الفف ناولهم، الفف ناولهم، الفف ناولهم. ايه ده الصحة مع ايه؟ انا ما خدتهاش ولا ايه؟ بس الام 4 كويس، انا شايف الام 4 ان هو يعني مأدي. هاخد صحة تاني لان انا مش كاملة الصحة. معايا قد ايه لسه؟ ما عادش معايا الا واحدة. ده بعد دي يبقى مفيش. اوبا للاسف خلصت الصحة. وفي ضرب جامد بسرعة. اوه صوت حد صوت حد صوت حد صوت حد صوت حد. طب اصبر يا اخي، نفسي اعرف ده فين. في صوت فوق 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 فوق. ايه ده ايه ده، طلقة كده؟ ده كان على اخره بقى، ده انا زنقته بقى. هي طلقه خلصت عليه. معايا فيست. ايه ده طلقه واحده يا جدعان، 4 كيلات عاش. طيب ايه فين تاني؟ هو ايه بيمشي لوحده ليه ساعات؟ اه شفت واحد، شوفه بص من يا ابن الايه، بص بعيد كده. فتحت نفسه هيرجع لي كده، كنت سيبه يمشي وخلاص.
ده البتاع اللي بتكشف اماكننا. ترجعلي رجالي 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 ده ولا واحد تاني مش عارف. بسرعة بسرعة اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق كده. ايوه ده جاي منين؟ جاي منين الاخ ده؟ يبا لا 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 يا رب الزوم تاكله، يا رب الزوم تفرمه. ايه صوته فين؟ الزون شكلها طيرته ولا ممكن يكون لسه موجود؟ ممكن يكون لسه موجود صدق، انا مش عارف. ايه ده؟ هفجر البتاع. فجرت البتاع جنبه يا جدعان. حلوه حلوه ملعوبه. حد تاني طلع لي، حد تاني طلع لي. ده منين؟ منين ده؟ هو الصوت زي ما يكون في الشارع. ايه ده؟ هو يا ابني الايه؟ تعالى بس. مجابوش مجبتوش. طيب يا ابني تعبتني يا ابني. مش طايله. استخبى اهو. بصراحة بصراحة حلوة اوي يا جماعة، حلوة اوي ست كلات. انما بصراحة انا شايف ان في شغل حلو. الناس اللي قتلتهم راحوا فين بقى؟ اوه لا 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 لا، يخرب بيتك يخرب بيتك يا اخي. فين ده؟ طيب اجري اجري بسرعة. ده انا معيش صح. اوه زنقت. طيب ماشي انا معيش صحة. ما تصبر يا ابني. ده جاي لي جاي لي من هنا. ده جاي من ورا. ده جاي منين؟ اوه جاي من ورا هنا. طب صحة بس. ماشي ماشي خدت صحة. اخد الوقت ولا ايه؟ ولا اما اقتل الولد؟ اخد مفيش مشكلة. طيب الولد فين بقى؟ طب اخد مشرومات بس. ايه ده الفامس؟ الفامس وصل. ما نتصدق يا جماعة رغم كده انا مبحبش الفامس، لان الفامس 3 طلقات بس. فاهم يعني؟ انت بتقول لي حلو. هو حلو مش وحش، بس 3 طلقات بس، عامل زي الام 16 اي 4 بتاع بابجي موبايل. طب كده لازمته ايه يعني؟ اشمعنى في بابجي موبايل تقول لي الام 16 اي 4 وحش، وفي فري فاير تقول لي الفامس حلو، مع ان الفامس 3 طلقات ومعروف ان الصراحة 3 طلقات بيبقى بصراحة لا مش حلو يعني. ايه ده؟ هو ده ايه الشنطة دي؟ الشنطة دي فيها ايه؟ انا مش عارف الشنطة دي بتاعت ايه بصراحة. ايه ده؟ في عربية؟ يكونش في عندها حد؟ اوه ولا اهو. ايه ده؟ مش جاي. هات الفمس بسرعة. ايه ده الواد ده ممكن يقتلني بطلقة؟ ممكن يكون مع سنايبر بس مستخبي كده. يا اخي موت يا اخي، تعبتني يا اخي، حرام عليك. ده ما عادش معايا طلقات يا جماعة تصدقوا. ايه ده؟ حد جاي. بس ايه ده؟ استنى يا ابني، بيمشي لوحده ليه ده؟ ما عارف. معايا فيست كام؟ فيست 2. طب ما تجيب بس 3. ده متدمج. لا ما ينفعش اخده، ده متدمج. هوبا في صوت عربية. ايه ده؟ صوت عربية عملاقة او ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ ولا ده صوت العربية دي؟ ده صوتها عشان متدمجة. انا اتخضيت. الاصوات في اللعبة دي مرعبة اوفر يعني، تحسسك ان انت تحس كان في حاجة غريبة يعني. ده مثلا صوت، انا فكرت عربية ماشية، طلعت عربية واقفة مش ماشية. طب ماشي
على فكرة اكيد هيكون في حد، اكيد ده في دروب كمان، ده في دروبات كتير، ده ناس كتير طالبة دروبات. ايه ده؟ واحدة 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 باي. 8 كيلات، 8 كيلات يا جدعان. الجيم ده ليه ان شاء الله؟ انا لو ما جبتش الجيم ده هزعل. لو الجيم ده ما اوه واحدة كمان بتاع بطل. ما ده الفارم بس كنت هقول. ايه ده؟ واحد جاي لي بدرع. كبر كبر البرميل. حلو 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 حلو. 9 كيلات. اوه واحد واحد طلع. ايه ده؟ خلص خلص خلص. حرام حرام يعني ان انا اموت بعد كل ده يا جماعه، حرام. انا بصراحه بس. وبكده يا جماعه زي ما شفتوا الفيديو بتاعنا يكون خلص، لكن يعني انا بصراحه يعني شايف ان انا اديت اداء كويس، لان انا في جيمات الرانكد ما كنتش بعرف اجيب الكلات ديات. والجيم اللي فات على فكره يا جماعه اللي هو اللي انا جبت فيه 13 كل ده، للاسف انا اكتشفت من الكومنتات ان هو طلع مش رانكد، ولما رجعت الفيديو الاصلي اكتشفت فعلا انه طلع مش رانكد. الغلطه جت منين؟ الغلطه جت من ان انا لعبت الجيم رانكد ومت بسرعه، يعني جبت كلايتين يا دوبك ومت. تمام، بعد كده حصل حاجه في اللعبه رجعت الجيم كلاسيك، مع ان المفروض ان اللعبه يعني المفروض انتوا عارفين لما بنخلص جيم رانكد المفروض اللي بعده تلقائي بيبقى رانكد. معرفش بقى ايه اللي حصل وقتها، ازاي اللعبه حصل تهنيجه كده. انا حتى كنت مستغرب ساعتها بامانه، الجيم كان سهل اوفر. انا قلت ايه ده؟ ده انا ده لسه العب جيم رانكد ويا دوبك كليتين ومت. طب ازاي عمال اجيب كلات كده ازاي؟ واستغربت كمان من ان بعد ما الجيم خلص ما جاليش الحته اللي بيقول لي فيها ان رانكك عالي، انا اللي راح دخلت اجيب الرانك من جوه، فحسيت ان في حاجه مش طبيعيه. فعرفت بقى من كومنتات الناس قالوا لما قالوا لي ان ده كلاسيك، دخلت اشوف الفيديو الاصلي اكتشفت فعلا ان الجيم كان كلاسيك. وعلى فكره في حاجه بسطتني، ان الناس قالوا لي ان الجيم الرانكد ما بيبقاش فيه اللي هي الزون الخضراء اللي هو المنطقه السامة دي، وبصراحه ده احسن لان انا ما بحبش الحكايه دي، انا بحب ريد زون وبس. تمام، تشجعونا يا جماعه عشان اعمل لكم فيديوهات احسن في فري فاير، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انا عايز اعرف الرانكات نظامها ايه، يعني الجولد ده في كام رانك في الجولد؟ 4 ولا اكتر ولا ايه النظام؟ عايز اعرف الرانكات بالتفصيل. بس كده يا جماعه، وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.